مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده من برنامج سكرين شوت. طبعا احب يعني زي ما عودتكم برنامج سكرين شوت ده دايما بيسلط الضوء على كل ما هو جديد وكل ما يشغل الشارع المصري. ودايما لما بنقول الشارع المصري يعني في قضايا كتير جدا احنا بنشوفها وبنترقبها دايما باستمراريه على السوشيال ميديا او في الجرايد. فكتير مننا بيبقى حابب يستفسر نتيجتها ايه وعقوبتها ايه وحاجات كتير من هذا القبيل. فدايما عشان نحب نعرف نهاية اي مشكلة او جريمة نهايتها ايه عقوبتها ايه، كان لابد دايما يكون معانا السيد المستشار ايمن محفوظ. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ايمن. اهلا بحضرتك. طبعا البرنامج سكرين شوت زي ما قال قبل كده ان احنا دايما هيكون على حلقات متتالية أستاذ المستشار أيمن هيكون معانا عشان يوضح باستفاضة القضايا والحاجات اللي بنشوفها والقانون ورأي القانون فيها. طبعا أنا بالبرنامج برحب بحضرتك جدا، والنهاردة عندنا موضوعات شيقة وموضوعات مثيرة وموضوعات حزينة زي ما بنقول، يعني حاجات مختلفة كتير جدا. قبل اي حاجه طبعا ربنا سبحانه وتعالى وبنقوله اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، صدق الله العظيم. فطبعا حصلت مشكله كبيره جدا امبارح، قضيه راي عام، جريمه قتل في الورديان اسكندريه. وطبعا دي ناتجه عن يعني هو سوء او نوع من الخلل للاشخاص اللي هم قاموا بالاعتداء على الاخوان المسيحيين. في طبعا كتير جدا من الدول زي تركيا وغيرها والجزيره بداوا يتكلموا ان هي طبعا اخوان وارهابيين وفتنه وعايزين ينشئوا فتنه طبعا طائفيه ما بين المسلم والمسيحي. فامبارح حدث كالاتي، في ناس ام توفت وعندها ثلاث اولاد دول في خلل في عقولهم شويه، يعني عندهم حاجات مش مظبوطه يعني، ودي حقيقه. وهم لسه يعني القانون او لسه الاجراءات لسه ما تمتش يعني، بس لحد ما موجود الموضوع دوت. ففي منهم ان هو اتقتل مات، يعني اخ مسيحي اتقتل، والاثنين التانيين في العنايه المركزه. فطبعا الدنيا مقلوبه ويشاع ان طبعا مسلمين ومسيحيين واكل. لا احنا عايزين نوضح لحضرتك او تقول لنا طبعا تناشدنا في الموضوع دوت، وبعد كده احنا هنكمل نقول لك حاجه تانية بعد حاجه. اتفضل حضرتك وضح لنا الموضوع. اولا بحييك على اثاره الموضوع المهم جدا دوت، اللي هو دايما بتستغله قنوات الشر، قنوات الاخوان، من اجل تاجيج ما يسمى بالفتنه الطائفيه اللي مصر ما تعرفش يعني ايه فتنه طائفيه. احنا عايشين في مجتمع مصري متكامل، كلنا عايشين مع بعض، المسلم عايش جنب المسيحي، كلنا اهل وكلنا واحد. اي جريمه في اي مجتمع ممكن تقع ما بين اطرافه، يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده مصارين البطن بتتخانق، يعني ده لفظ شعبي عشان نوصل للساده المشاهدين المعنى. ممكن تحصل هذه الجريمه بين مسلمين ومسلمين، وممكن تحصل ما بين مسيحيين ومسيحيين، وممكن تحصل برضه بين مسلمين ومسيحيين، وقد يكون الضحايا من الجانبين او المعتدي من احد الاطراف يعني. فالامور ديت الامور وارده في اي مجتمع، الجريمه بتحصل في كل المجتمعات، لكن قنوات الشر وقنوات العميله، قنوات الناس اللي الاعلاميين اللي باعوا نفسهم، مش بقولش عليهم اعلاميين، اللي هم الخونه المجرمين اللي باعوا نفسهم وباعوا وطنهم من اجل الدولار، بيستغلوا جريمه عاديه بتحصل في اي مجتمع في الدنيا، مش مهم اطرافها مين، مش مهم اطرافها ايه، المهم هي جريمه عاديه حصلت، ناس اعتدوا على ناس او ناس كانت ضحايا لاعتداء ناس تانيين. كونهم بقى مسلمين او مسيحيين ده امر مش في الحسبان خالص، لكن هم عايزين يأججوا نار الفتنه ونار الوقيعه بين الشعب المصري. معانا استاذه سعاد مداخله معانا. الو. الو. ايوه. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. بصفتك حضرتك يعني في موقع الجريمه اللي حصلت، تحب تقول لنا بس ايه يعني مضمون الموضوع بالظبط؟ هو الموضوع ان هو دول ثلاث رجاله هم مختلين عقليا على فكره، مش طبيعيين،
مامتهم والدته ما توفت اليوم دوت الصبح توفت. فهم هم كانوا يعني محدودين وعايشين مع مامتهم بس. فطالهم اي حد بيخش يعزيهم بيشتموه بيصوروا عليه، حاطين في اعتقادهم ان الناس اللي بره هي اللي دخلت موتت والدتهم. يعني عندهم خلل هم اصلا يعني. ايوه ايوه يعني هم مش طبيعيين تمام. لا لا مش طبيعيين ومعروفين في المنطقه ان هم مختلين عقليا. فهم يعني اللي حصل بالصدفه ان هم لما طلعوا من البيت المحلات اللي جنبهم جنب البيت عندهم هم اقباط، لكن احنا كمنطقه بتاعتنا احنا طول عمرنا اقباط ومسلمين اخوات وبنحب بعض جدا وفي تفاهم. يعني احنا لما سمعنا الخبر يعني حزنا جدا على رمسيس، حزنا جدا على طارق شنوده ربنا يقومه بالسلامه، لكن ما فيش اي حاجه من الكلام اللي بيقولوه قنوات دي ان هم اعتداء مقصود او كلام من ده، لا لا خالص. يعني هو الجريمه ان هم يعني هو كان ممكن يكون مسلم مش شرط يكون مسيحي، يعني كان ممكن هم الخلل بتاعهم كان القتل ده كان دايما عن طريق لو كان لو كان الدكاكين دي مثلا مسلمين كان برضه هيبقى نفس القصه. كان حصل نفس الكلام، هم طلعوا بيلوشهم يعني كده بيخبطهم وبيهبدهم في الحاجه، فاللي حصل ان هو ان ده اتضرب في ان هو رمتيس اتضرب في رقبته فتوفر ساعتها. اللي بيخلص في الموضوع اللي هو كان طارق شنوده وكان عادل بولس برضو اللي هو اخو رمسيس دول متصابين تمام، لكن الاصابه الكبيره اللي هي طارق شنوده اللي هو حاليا في العنايه مركزه يعني ربنا يقومه بالسلامه. ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله. المنطقه دي ده هم يعني اصلا عايز اقول لحضرتك اللي منزلين النعي بتاعهم وبيتكلموا عليهم مسلمين، احنا زعلانين عشانهم جدا. ما هو احنا دي حاجه جميله طبعا، احنا كلنا واحد يعني احنا بنناشد القنوات اللي هي بتحاول تعمل فتنه ما بيننا ما بين المسلم والمسيحي. الموضوع كله يعني طب كويسه حضرتك وضحت لنا، كويسه حضرتك وضحت لنا الموضوع ده. شكرا لحضرتك يا استاذه. شكرا. زي ما اوضحت المتصله الكريمه وقالت ان هو حادث قدري. الصور موجوده على بعد اذن حضرتك يا عثمان، الصور موجوده على الشاشه عشان تشوفوا الواقعين في الاحداث. اتفضل حضرتك. حادث قدري من مختلين عقليين تصادف وجود ان الضحايا يكونوا مسيحيين. تمام. ده شيء قدري، لكن احنا شفنا ان النفخ في النار ومحاوله تأجيج نار الفتنه بين المسلمين والمسيحيين ويقولوا ان هو فتنه طائفيه. لكن احنا برضو لازم نلوم على انفسنا قبل ما نلوم الاخرين. المرضى النفسيين لا يعفوا من الجريمه. تمام. وهناك خط فاصل ما بين المرض النفسي وبين الجنون الذي يفقد فيه الجاني الادراك. تمام. وانا قلت ان المرض النفسي قبل كده في تصريحات كتيره ان المرض النفسي لا يعفي من العقوبه. المرض النفسي وبعدها المرة التانية لا يعفي من العقوبة الجنائية. كون أي إنسان يتحجج بأنه مريض نفسي هو إرادته شبه كاملة، أما الذي يعفي من العقوبة هو الجنون وفقد الإدراك بشكل كلي وكامل. هؤلاء كانوا فاقدين الإدراك لأنهم ما كانوش بيميزوا ما بين الضحاياهم، كانوا بيحاولوا ينتقموا من المجتمع عشان والدتهم توفت. فدول أعتقد أنهم مرضى عقليين تنتفي مسؤوليتهم، ولكن سلطات التحقيق بعد التأكد والكشف عليهم من خلال الأطباء النفسيين ويدوا تقرير كامل بحالتهم هيقولوا ان هم فاقدين يعني الإدراك. ومش مش بس بقى مش بيتعاقبوا، مش ما بيتعاقبوش يعني، لا يعني هيتعاقبوا برضه. ده لازم هيتعاقبوا، بيودعوا في احد المصحات العامه لعلاجهم وقضاء فتره عقوبه او حتى يتم شفائهم. لكن انا دايما كنت بطالب بسن قانون من البرلمان، والبرلمان هو على الابواب، ويا ريت البرلمان الجديد يسمع اهاتنا بمسؤوليه اهالي الفاقدين الادراك او المرضى النفسيين عن الجرائم التي يرتكبها ذويهم. يعني مش معقوله يكون ابني او اخويا مريض نفسي وفجأة ممكن اطلقه كده في الشارع وبدون مسؤولية. لا، احنا مطالبين بقانون، وقانون رادع يخلي اي اهلية لاي مريض نفسي او اي شخص مريض عقلي يخشى عليه من ان يصيب اخرين باي جريمة او باي اعتداء ان هو يعاقب ويكون شريك في المسؤولية معاه، وعلى الاقل يبلغ السلطات بايداعه في مستشفى لعلاجه. احنا بنشهد طبعا صوتنا مع حضرتك، وبرضو بنقول قبل ما ننهي الموضوع دوت هنقول ان احنا كلنا واحد مسلم ومسيحي يد واحدة، كنيسة وجامع
اخوه مع بعض، كلنا مع بعض يد واحده، ومش هنسمح لاي حد ان هو يفرقنا مهما حصل. اما موضوع الجريمه فده لازم هياخد مجراه، واذا كان يستحقوا الاعدام فهيتعدموا بصرف النظر سواء كان مسلم او مسيحي. ودايما هتفضل مصر بقيادتها يد واحده. ننتقل لموضوع تاني مهم بقى جدا النهارده، عشان موضوعاتنا ياما ومثيره، وفي النهايه برضو في موضوع مثير لحضرتك بس هختمه بيه يعني زي كل مره، بس مش عايزه ابدا بيه عشان انت ما تزعلش مني. طبعا برضو من خلال السوشيال ميديا القبض على المهندس اللي طبعا تزعم ان هو بيرمي الفلوس في من البلكونه للمواطنين، وطبعا دي حاجه غريبه يعني. هو اتمسك طبعا، اتقبض عليه، بس قال ان هو من ده من جانب الشهره. طب هل بدافع الشهره؟ يعني لو عايز اشتهر. طب احنا لقينا طبعا الموضوع ده اتكرر اكتر من مره، زي موضوع سماح المره اللي فاتت برضو كان ادعى ان هو عامل شهره، يعني مش موضوع ان هو طبعا كان موضوع متفلبلك، بس هو بيتكلم على الشهره. طبعا الموضوع ده الايام دي بقت كتير جدا، الشهره بقت واخده شكل مختلف تماما يعني. لكن انا عايزه اسال بقى، يعني الانسان اللي عايز يرمي فلوسه او يوزع فلوسه بالطريقه دي، هل القانون او في ماده في القانون يعني ملزم ان هو ادت للقبض عليه؟ يعني ليه اتقبض عليه؟ هل هو ليه بيطلق الحريه ان هو يعمل كده؟ دي فلوسي انا ليه؟ يعني ايه السبب اللي يخليهم، او ايه المقدره يعني، مش هقول لك حاجه، الماده اللي هي تخليهم يقبضوا عليه؟ عايز اوصلها. طبعا كل انسان حر في فلوسه يعمل فيها زي ما هو عايز. ده الاصل في يعني الاصل لكل انسان يعمل في فلوسه زي ما هو عايز. تمام. لكن انت حضرتك شايفه ان جنون الشهره اصبح يسيطر على كل الناس. ده بقى مشروع حاجه جامده قوي. شكل هو حتى في اعترافاته اثناء التحقيقات قال انا بعمل كده بغرض الشهره. شهره ايه اللي انت بتترجاها في هذا السن؟ انت يعني صلي صوم اعمل حاجه احسن من كده. لكن هناك ماده تعاقب بالغرامه على من يلقي اشياء تصيب الناس او تلوثهم او كده، لكن هذه الماده عقوبتها الغرامه، وغرامه بسيطه جدا. لكن في سبب اخر للقبض عليه. ايه هو بقى؟ ان هو الكشف على قواه العقليه. هل انسان عاقل وراشد بعد واحنا في ظل الظروف الصعبه اللي بيعيشها العالم كله ومجتمعنا المصري، في انسان ممكن يرمي فلوسه؟ وكمان احنا شفنا من شكل شرفه منزله ان هو انسان بسيط، يعني مش غني جدا يعني للدرجه دي. فلازم يكون الكشف على قواه العقليه من قبل سلطات التحقيق، وانا بطالب دوت. علشان احنا لسه كنا بنتكلم في الفقره اللي قبل كده، قلنا ان المرض النفسي ممكن يؤدي الى جرائم. يعني اتقبض عليه عشان في جريمه، القانون قال ان اللي بيلقي بعض الاشياء التي ممكن ان تؤذي الناس، وعين شفنا التدافع واحساسنا ان المصريين متدني، يعني انا شايف ان شكله متدني جدا، وانا يعني وصمت بالاشمئزاز من هذا المظهر يعني. وكمان قنوات الشر استخدمت هذا المشهد وقالت بصوا المصريين بيتكلبوا على الفلوس ازاي. عمر ما كنا كده، ولا عمرنا بنفكر في الشهرة كده. الشهرة بتخلي الإنسان يعمل جرائم وبيعمل مشاكل كتير جدا إحنا في غنى عنها، والراجل ده لازم نكشف على قواه العقلية. بس عموما سيادة المستشار، لو الموضوع ده حصل في أي دولة هنلاقي نفس اللي بيحصل عند المصريين، يعني أي حد هيعمل إلقاء يعني يرمي الفلوس دي برضه هنلاقي ناس من المجموعة، يعني مش المصريين فقط. إحنا في جرائم أخلاقية وجرائم قانونية. أنا ما وصلتش صورة المصريين بالشكل المهين ده. تمام. وأقول أنا عايز أتشهر، أنا ما أتشهرش على جثث المصريين وعلى حساب كرامتهم، لا، الأسلوب ده مرفوض تماما، وأنا بعتبره رغم إن هو جريمة عقوبتها الغرامة، لكن أنا بعتبرها جريمة أخلاقية إذا كان مدرك وإذا كان في قيام القواه العقلية. أما إذا كان في غير قواه العقلية فأنا بطالب سلطات التحقيق بالكشف على قواه العقليه عشان ما نوصلش لجريمه اخرى زي الجريمه اللي قلناها في الفقره اللي فاتت. يعني هو لو ما كانش يعني حاجه يعني مريض عقلي يبقى عادي ان هو ياخد غرامه بس. اه هو ده. ايوه ايوه
ايوه ما هو المشرع ما تخيلش ان في ناس هتعمل كده. ما الناس يعني غلبت الشيطان في تفكيرها، الناس تحالفت ومع الشيطان وانتصرت عليه، وبقى الشيطان يتاخد دروس من الناس. مين كده كان يتخيل في القانونيين او اهل الفقه ان هذا الشخص، في شخص هيطلع من البلكونه شخص بسيط يرمي فلوسه على الناس؟ ده انسان غير طبيعي، غير طبيعي. وبنطالب برضو ان القانون دايما يسير الامور والوقائع الجديده اللي بيخترعها حلفاء الشيطان. طيب متشكرين جدا على الكلام الجميل بتاع حضرتك، بس هننتقل بقى. طبعا احنا دلوقتي الزمن بتاعنا بقى زمن غريب، يعني بنشوف دايما، كنا دايما نلاقي ان الام او الاب ممكن يضحي بحاجه او جزء من جسمه زي كليه اي شيء مقابل اجر مادي عشان يقدر يعيش او يعيش ولاده او يصرف على ولاده. ففي دلوقتي اصبحت ظاهره غريبه جدا، واحنا يعني مش عارفين الظاهره دي ازاي. برضو مش هقول بقى مرض نفسي، لان مش هيبقى كل حاجه هحطها تحت ايه ان هو مريض نفسيا. في ظاهره طبعا ان وجدنا اب بيعرض اولاده للبيع. طب هو بيعرضهم للبيع مقابل هو ياخد اجر مادي عنهم، عشان ايه؟ ما هو مش هيصرف عليهم وهيصرفوا على نفسه. فاصبحت الدنيا يعني الموازين اتقلبت، يعني بدل ما هو بياخد فلوس او بيضحي بنفسه او ممكن يستأصل اي جزء زي الكلى او غيرها عشان ياخد او عشان يربي ولاده، لا ده اصبح بيبيع ولاده عشان هو ياخد الفلوس ويعيش بيها، او بقى سواء كان هيعملها. يعني راي القانون في الموضوع ده، هل القانون في ماده بتنص على ان يعني يعاقب الاب اذا كان عرض ولاده لحاجه زي كده، ولا ده عادي، ولا ايه بالظبط؟ يعني حضرتك وضح لنا المعلومه دي. قبل حديث القانون نتكلم عن حديث النفس. كلنا بنقول ان اولادنا فلذات اجبادنا تمشي على الارض، انا ممكن اضحي بجزء من جسمي واضحي بحياتي كلها من اجل طفل من اطفالي انه ما يجرلوش اقل ضرر ممكن او اقل اذى ممكن. لكن ان نشوف النهارده اسود بعض الاباء وبعض الامهات ان هم بيتعاملوا مع اولادهم بمنتهى القسوة ومنتهى، يعني انا مش لاقي الفاظ اقولها غير ان هم ناس مجرمين، ناس فقدوا الفطره الانسانيه، فقدت كل مشاعر الانسانيه اللي موجوده في الدنيا. ازاي انا ابني اللي انا بضحي بحياتي وبضحي بكل دنيتي عشانه اللي بكافح، كلنا بنكافح وبنستحمل كل مشاكل الدنيا كلها عشان خاطر لقمه نحطها في فم اولادنا، ابيع ضنايا؟ وصل درجه ان في شخص بيبيع ضناه على مواقع السوشيال ميديا وبيقول ان هو اي حد عايز يتبنى هذا الطفل ده في كمان جريمه اخلاقيه وجريمه دينيه. انتوا عارفين ان التبني طبعا في الاسلام حرام طبعا، يعني هو بيرتكب جريمه اخلاقيه وجريمه دينيه وجريمه ضد الفطره الانسانيه وبيبيع ابنه نظير تمن وتمن بخس جدا. ايه اللي يساوي كنوز الدنيا كلها قدام ضفر طفل من اطفالي؟ ازاي؟ لكن هذا الشخص ارتكب جريمه هي جريمه الاتجار بالبشر. الجريمه دي القانون بيعاقب عليها، والحمد لله ان في ماده في القانون بتعاقب على هذا الرجل. يعني في ماده في القانون بيعاقب عليها، والعقوبه بتكون ايه بقى؟ غرامه؟ اشد انواع العقوبه قد ايه؟ هي عقوبة السجن المؤبد إذا كان هناك استغلال قسري أو متاجرة بالأطفال، حتى لو كانت في التسول. يعني لو واقع راجل أو أب، مش هو الراجل، دول أشباه رجال، دول حشرات تمشي على الأرض. لو في أب بيستغل ابنه سواء في أعمال منافية الأداب أو أعمال زي التسول أو بيع المنتجات القليلة أو البسيطة أو بيبيعه زي ما احنا بنشوف كده، دي جريمة اسمها جريمة الإتجار بالبشر، والقانون حط ظرف مشدد على هذه العقوبة وتصل إلى السجن المؤبد إذا كان الجاني وهو الأب طبعا فاقد الإنسانية وفاقد كل فطرة سوية، إذا كان له سلطة على الطفل فيعاقب. طب احنا معانا مداخلة هناخد فيها رأي الدكتور جمال فرويز خبير الطب النفسي في الموضوع الأب ده، هل ده موضوع نفسي يعاقب عليه؟ يعني ممكن لو اضطر يعني بالفعل كان عنده مرض نفسي بيلغي عقوبته؟ لا، المرض النفسي لا يلغي العقوبة. احنا هنتكلم بقى بنرحب بالدكتور جمال فرويز. بنرحب بيه الدكتور جمال، وهو يشرح لنا النفسية الغريبة دي. الو. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. في عندنا فارق ما بين اضطراب الشخصيه وما بين المرض العقلي.
المرض العقلي هو من يزيح الجريمه او يزيح الاتهام عن صاحبه. لو مرض عقلي ويثبت انه اثناء اداء الجريمه كان هو مريضا عقليا. اذا ثبت ده انه كان في نشاط مرضي خلال فتره الجريمه ده بيزيح عنه الجريمه. اما اضطراب الشخصيه فده بيجي يا فندم من ثلاث حاجات. جزء في الوراثه، جزء في التربيه في الصغر، ثم الخبرات الحياتيه. بتطلع لي هنا شخصيه، هذا الاب هو شخصيه مضطربه بنسميها الشخصيه المضاده للمجتمع او الشخصيه السيكوباتيه، فيها سلبيه، فيها لا مبالاه، عدم الاهتمام بتوابع تصرفاته وافعاله، ليس لديه مشاعر وليس لديه احاسيس. وتكراريه نفس الاخطاء، هتلاقي ليه اخطاء كثيره جدا حتى في اشياء اخرى متعدده لا مع اولاده او مع زوجته، ان هذا الشخص هو هنا بيهمه المال بدون النظر الى الحته الانسانيه او الحته الاجتماعيه اللي يحافظ على كيان اسرته، ولكن بيبيع ضناه او اغلى شيء عنده اللي هو ابنه. بيبيعه من اجل الماده، ده ممكن يبيع زوجته بعد كده، ممكن يبيع اي حد، يبيع بلده، يخون بلده، ما عندوش اي مشكله. ده اضطراب شديد في الشخصيه وهو هنا مسؤول عن تصرفاته 100%. طب هل له علاج يا دكتور؟ نعم يا فندم؟ هل له علاج؟ يعني طبعا لو هو طلب، لو هو طلب العلاج يا فندم بيشرفنا، وبيبقى ليه جلسات نفسيه بناخدها، بنشوف اللي احنا هنا طبعا جزئيه الوراثه ما نقدرش نغيرها، جزئيه التربيه في الصغر ما نقدرش نغيرها، ولكن بنقدر نعدل في الخبرات الحياتيه السيئه اللي هو مر بيها. هنا بنعمل تعديل في الشخصيه وليس تغيير، حيث تكون مقبوله من المجتمع، بس دي بتاخد وقت شويه. شكرا يا دكتور، شاكرين جدا. بشكرك جدا يا دكتور. في رأي القانون تاني هقول ايه اكتر من اللي قاله الدكتور جمال. هو الدكتور جمال فرويز راجل استاذنا وراجل خبير في الطب النفسي، قال ان هو هناك شتان ما بين عدم المسؤولية في المرض العقلي، العقلي أو اللي هو فاقد الادراك، واحد مش عارفه بيعمل ايه، بيقتل على الشيوع، بيقتل كده بدون اي ادراك، مش محدد اهدافه. أيوة أيوة. ده ليه علاج، ده ليه علاج، وده ليه وده ليه وضع. اما المريض النفسي او اضطراب في السلوك او اضطراب في الشخصيه فده مسؤول عن تصرفاته ويعاقب زيه زي اي انسان عادي خالص. طب ست المستشار، احنا هننتقل لنقطه ثانيه وهي مهمه جدا. طبعا احنا دايما بنعرف ان لما بيحصل موضوع خيانه او يعني ما شابه ذلك، ممكن الزوج ان هو ياخد حقه او يقتل زوجته او يقتل عشيق زوجته مثلا، ناتج عن ان هو ايه، بياخد تحت بند ايه، رد شرف او رد اعتبار ليه. لكن المره دي في قضيه غريبه جدا، ان اخوات اتجمعوا وقاموا بقتل عشيق اختهم. ده بقى بيبقى ليهم نفس الحكم للزوج؟ يعني طبعا بيبقى كانها تحت وطاه ان هم بيردوا شرفهم، يعني ما يتعاقبوش، ولا ليها عقوبه ثانيه؟ ممكن حضرتك توضح لنا؟ والله هو في مفهوم خاطئ ان الزوج ان هو يقتل زوجته في اي مرحله اذا ثبتت خيانتها له. يعني احيانا في اماكن، يعني ما هو مش موجود في، يعني في اماكن الصعيد والبلاد الجامده دي بيبقى عندهم طار او عندهم حاجات زي كده خاصه، ان هو مثلا ده اخطا في حق، ده شرف، ده عرض. لا ده عرض، ده دي افكار جاهليه احنا. أيوة مش هنتكلم عليها، انا بنتكلم دلوقتي حديث القانون. والقانون بيقول ايه؟ القانون وضع للزوج فقط عذر مخفف حين يفاجأ زوجته، يعني يتفاجئ. اهم حاجه ان هو يحس عنصر مفاجاه يكون قدامه، يشوف ان زوجته في موضع من مواضع التلبس بجريمه الزنا مع اخر فيقتلها فورا. اما اذا فكر، وفي كان مثال بيقولوا لنا دايما في كليه الحقوق، بيقول لو الراجل راح المطبخ جاب سكينه ورجع تاني، هنا بيتسال عن قضيه قتل عمد. لكن مجرد في لحظة المفاجأة فقط للزوج، هنا التلبس بجريمة الزنا وخيانتها له فقط. الزوج يعني لو دخل مرة واحدة وشافها وقتلها، يعني دايركت على طول وقتل العشيق من غير ترتيب، بيبقى عنصر مخفف، بيكون عقوبته عقوبة الحبس. وغالبا المحاكم يعني إذا توفرت شروط العذر المخفف فبيكون المحكمة غالبا ما بتوقف كمان حكم الحبس، وتصدر حكم بالحبس مع الإيقاف. وأقصى حكم بيكون بسيط جدا، يعني ده لحظة لما الزوج يفاجأ في لحظتها.
لكن اذا فكر، اذا اكتشف الجريمه وقعد يرتب ليها، هو يسال هنا على جريمه القتل العام طبقا للنص الماده 230 من قانون العقوبات، وعقوبتها هي الاعدام. القانون فقط حط هذا العذر المخفف للزوج لانه بيفقد ادراكه وعيه في اللحظه دي. اما جرائم الشرف بالنسبه للاب او الاخ، القانون قال إيه؟ ما ينفعش. القانون قال يعني يعاقب. لا يجوز يعاقبوا حتى لو فوجئوا بارتكاب اختهم او بنتهم جريمه الزنا وقتلوها، بيعاقبوا تماما بجريمه القتل العمد. أيوة. لان القانون فقط حط عذر مخفف للزوج فقط، يعني للزوج لا يجوز فقط. القياس عليه ولا يجوز التوسع فيه تفصيلا. الاب لا ملوش لوم، ولا الاب ولا يعاقب يعني، ولا ابن الخاله. اما افكار الجاهليه ان انا باخد حقي بايدي، لا، حقك بايدك تاخده دوت في دولة غير دولة القانون، غير دولة المؤسسات. أيوة. تاخده في الغابة. أيوة. احنا مش في غابة، احنا أيوة. في دولة مؤسسات، دولة قانون. انا عارف ان الكلام صعب، وعارف ان النار بتبقى قايدة في قلوبهم، لكن القانون لازم كلنا نلتزم بيه. شفت جريمة بلغ عنها، شفت بنتك، فكر في مرحلة الستر. أيوة. الاشقاء اللي قتلوا عشيق اختهم وقالوا ان هو عشان دي طفلة صغيرة وضحك على عقلها فتكلبوا عليه وقتلوا، طب ما تفكروا قبل ما تكون اول حلولكم واول تفكيركم واول الحلول عندكم هي القتل، فكروا في الستر. الستر ان هو ربنا يستر على بعضهم. ايوه يعني فكروا في الستر. ناس تقول لك لا هذه بعض يعني دياسه لا الستر من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. صح. فكر في حلول تانية غير القتل. بلغ، بلاش مش عايز الستر، انت قتلته جلبت العار ليك وليها والاهلكوا والناس كلها بقت تتكلم. أيوة. لكن انت لو فكرت في مرحله الستر براحتك، ما فكرتش براحه الستر انت كنت ممكن تبلغ عنه والجريمه هنا تصل عقوبتها الى الاعدام. يبقى انت وصلت للنتيجه اللي انت عايزها باعدام هذا العشيق بيد القانون، لكن مش بإيدك. مش بإيدك. القصاص بيد ولي الأمر وليس بالمضرور من الجريمة. انت مش هتنص بنفسك جلاد على المجتمع. انت شفت ده أصاب شرفك في مقتل، بلغ السلطات، والسلطات بتهتم جدا وبتصل عقوبة إلى الإعدام. ودول أفكارهم أفكار جاهلية واحنا بنشجعش عليها أبدا. ده بقى